الهاني سليمان حارس مرمى سموحه. هاني مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله، كله كله تمام؟ تمام الحمد لله. شايف اداء رائع والدنيا ماشيه كويس. الحمد لله والله، بفضل ربنا الحمد لله. فيش ضياع وقت وبتسرع الكوره والدنيا متغيره معاك. لا خلاص اتغيرنا بقى، خلاص يا كابتن سيف. شغل فنادق، شغل فنادق. ضربه الجزاء امبارح ورايك فيها؟ لا انا الحته التحكيميه انا ما يعني انا مش خبير فيها ولا اقدر اتكلم في حته زي دي، لكن اللي انا اقدر اقوله من ناحيه مركزي ان انا الحاجه اللي تخصني انا ممكن اتكلم فيها ان انا رجلي بس ما تعديش الخط، لكن غير كده اي حاجه تانية دي انا ماليش تدخل فيها يعني. ممكن اسالك سؤال فني؟ اتفضل. وانت رايح وبتطلع والكره خلاص تحت سيطرتك، ما كانش لازم تزق شمال شويه؟ يعني تزق الكره شمال شويه؟ يعني بس المسافه طبعا ضربه الجزاء طبعا، يعني انت كجون بتبقى واقف، يعني انت الزاويه اللي انت بتروح فيها اول ما بتشوف الكوره في الزاويه دي بيبقى تفكيرك اللي انت خلاص انت فضيت الكوره دي، فالتوجيه بيبقى يعني ايه، ممكن اضرب على الجنب شويه لو تصويبه مثلا من بعيد من على خط ال 18 ممكن اعرف اوجه شويه، لكن متهيألي ضربه الجزاء بتبقى يعني التركيز بيبقى ان انا صد الكرة اكتر من ان انا اوجه. شايف ان انت بتحقق ارقام كبيره، يعني 102 كلين شيت ده رقم كبير. الحمد لله والله يا كابتن، اول ماتش امبارح ده كان ال 102 بالظبط الكلين شيت، الحمد لله. ما شاء الله، الف مبروك. الله يبارك اكيد فيك يا اكيد كابتن اكيد. سيف. وانت قاعد بتسمعنا كتير، هو السؤال اللي مصر كلها بتساله، هو مين حارس مرمى منتخب مصر اللي جاي ده؟ يعني الماتش اللي جاي ده مين حارس مرمى المنتخب؟ جمد قلبك ما تخافش. لا قلبي جامد والله، مش هيحصل بس حاجة. يعني الشناوي ممكن يلحق على فكرة. طيب، يبقى الشناوي لو لحق يبقى الشناوي موجود. طبعا لو الشناوي ما لحقش، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير رقم 2. الهاني سليمان. الهاني سليمان. ايوه ماشي ماشي. رقم 3. اي حد بقى مش مشكلة طالما انا موجود خلاص. طيب هحط اي حد نمرة 3. تعالى بقى، تعالى في نمرة 1 و2، مصطفى شوبير يتقدم على هاني سليمان، ايه السبب؟ انا اخد منك وبديلك. السبب الالتحام الافريقي طبعا، بيلعب في النادي الاهلي طبعا نادي كبير، لكن هو عنده احتكاك افريقي اكتر من الهاني سليمان، هو بيلعب بطولة افريقيا للاندية، عنده رجله في الملعب ورجله وهو شغال على نفسه بشكل كويس، لكن اعتقد اللي يفرق عن الهاني سليمان هو الاحتكاك الافريقي فقط يعني. الاحتكاك الافريقي طبعا، يعني 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 مصطفى يسبق الهاني بوجوده في الاهلي او بمشاركه الاهلي في افريقيا. اكيد طبعا، مليون المية. لو انت في الاهلي او الزمالك كانت الامور معاك اختلفت؟ اكيد اكيد طبعا. اختلفت في ايه بقى؟ اختلفت في اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان جون الاهلي وجون الزمالك بيلعب ماتشات افريقيا كتير، بطولات كتير، الاحتكاك طبعا، انت كمنتخب مصر انت بتلعب كل الماتشات بتاعتك ماتشات افريقيه، فانت بتبقى عارف الظروف الافريقيه عامله ازاي وعارف الاجواء عامله ازاي، فطبعا اهلي وزمالك هم اكتر ناديين في مصر بيلعبوا البطولات دي، فاعتقد ان حارس المرمى بيبقى قريب من الاجواء، عارف الاجواء وعارف الدنيا عامله ازاي. طيب انا هاخد من كلامك برضو، انت قلت الاهلي والزمالك وبيلعبوا، والزمالك في نهائي الكونفدراليه وان شاء الله باذن الله هياخد البطوله، انت ما حطيتش عواد لا 3 ولا 1 ولا 2. ليه؟ عادي ما حطيتش، عادي مش انت بتختار. انا بسالك ليه، انت دلوقتي بتقول لي طبيعي ان حارس مرمى الاهلي والزمالك يبقى موجود عشان المشاركه. بس بشرط برضك يكون ماشي بشكل كويس. ماشي بشكل كويس. يعني انا ما اخدش جون اهلي وزمالك وهو مش ماشي بشكل كويس، مين هياخده؟ خصوصا المدير الفني بتاع منتخب مصر كابتن حسام حسن. انا لان انا اتمرنت معاه، ما فيش في الحته دي ظلم ولا لعيب ولا حارس. طب انت شايف ان عواد نحطه 3 ولا لا؟ انا شايف علي لطفي بصراحه. علي لطفي. بصراحه. وشايف ان التلاتة مسافاتهم بعيده ولا هناك منافسه؟ يعني بقى مصطفى، الهاني، علي لطفي. لا خالص لا خالص،
لا ما فيش بقى. ده انا بتكلم على عدم وجود محمد الشناوي. ايوه انا بتكلم على عدم وجود محمد الشناوي. لكن الثلاثه لا ما فيش فروقات يعني. طب اسالك السؤال الاخير بقى، في حاله عوده الشناوي يحتاج كم ماتش عشان يرجع يلعب منتخب ولا ما يحتاجش؟ لا الشناوي الخبرات اللي وصل لها مش محتاج ان هو يستعيد نفسه باي حاجه ثانيه. الشناوي مجرد ما يخلص تاهيل وينزل التمرين مع الفرقه تمرين جماعي خلاص، انت مش محتاج الشناوي تشوفه او تقدر تقول ان هو خلاص جاهز. لا الشناوي عنده خبرات يعرف يعوض الفتره اللي هو مريح فيها دي. يعرف يعوض. طبعا. طب في حاله عوده الشناوي ورجوعه بالسلامه يلعب ولا يستنى مصطفى؟ لا يلعب. يلعب. طبعا يلعب. تمام. اخذت منك كل الاجابات الفنيه. بالتوفيق يا هاني. حبيبي يا كابتن. الجيم شغال كويس؟ ايه؟ نيجي هنا ونضحك بقى، الحاجة اللي فيها فلوس وفكة وبتاع نضحك كده. لا الحمد لله والله. الحمد لله. يعني عقود فلوس من النادي وفلوس من الجيم، هنعمل ايه؟ يلا ربنا يكرمك إن شاء الله بإذن الله. حبيبك. شوفك على خير يا حبيبي. الأني سليمان حارس مرمى سموحة.